هو اللي حصل ان هما كانوا قاعدين في الاوتاز جوه وهما بيصلوا لقوا فجأة في انفجار في القاعة والتراب نزل على وشهم ولقوهم كلهم اتردموا بالتراب والقنبلة كانت جوه القاعة كانت تحت البنش اللي هما اللي بيقعدوا عليه وفي طبعا ناس فقدوا امهاتهم في ناس مش لاقين ولادهم اطفال وسط الضرب بس في اصابات كتير في ناس ماتت كتير يعني يا ريت بجد الناس تعرف ان في ضحايا كتير قوي ده هو في دار الشفاء بس حوالي بتاع 10 انفار توفوا غير الاصابات يعني في منهم طفلتين واحده واخده رصاصه في المخ واحده رصاصه في القلب انفجار في رصاص ولا ايه ما هو في ضربه جت للبنت في مخها ولقوا البنت التانية في قلبها ضربه اثار الانفجار طبعا مش عارفين بس كل اللي عرفوا ان الحكومه بتاعها ما كانتش موجوده ساعتها عساكر على ما سمعت يعني العساكر ما كانوش واقفين بره على البوابات اثناء الضرب العساكر ما كانتش موجوده يا جماعه نهائي الحكومه كانتش موجوده ما فاقوش غير بعد الانفجار ما جمعوش غير بعد الانفجار.